السلام عليكم، ازيك شباب؟ الاخبار معاكم ميجو، ده ميجو فات فورمتك في البيت، فيديو جديد وحلقه جديده. فيديو النهارده معانا كوليكشن اخبار كده، حاجات من الشرق وحاجات من الغرب، انما ايه عنب. فلو لسه مش مشترك في القناه انزل تحت دلوقتي اشترك، ما تنساش اللايك والشير والكومنت، ويلا بينا نبتدي. واول حاجه في الفيديو بتاع النهارده يا جماعه، فيزيك ابديت ديريك لانسفورد كان منزله من حوالي اسبوعين، كان كاتب عليه 2 ويكس بوست شو بتاع مستر اولمبيا، بيورينا يعني فيه ان هو لسه عنده الكونديشننج وان هو ما فتحش اكل ولا اي حاجه خالص. كلنا عارفين يا جماعه ان ديريك لانسفورد بطل فئه ال 212 في سنه 2021. البطل ده كان مهكر فئه ال 212، قال لك مهكر بالمره بقى الوزن المفتوح، فقرر في سنه 2022 ان هو يدخل وزن ال 212 الوزن المفتوح، انا اسف. ولما دخل الوزن المفتوح خد مركز تاني فيه، فكان منزل الفيزيك ابديت ده بيقول ان انا ايه رايكم ادخل كمان ارنولد كلاسيك في 2023. زي ما كلنا عارفين او معظمنا عارف ان الارنولد كلاسيك خلاص على الابواب في شهر 3، فكان منزل تقرير او زي بوست كده بيقول فيه ان هو عايز يدخل التحضيره او عايز يدخل الارنولد كلاسيك، بس للاسف ده هيأثر على التحضيره بتاعه مستر اولمبيا 2023. فنزل فيها ستيتمنت بيقول فيها as far as any other shows between now and the Olympia، قصده على ارنولد كلاسيك، I told Hani that I would be willing to do the Arnold، عايز يدخل Arnold Classic بتاعت 2023. I would like to do it but at the same time I don't want it to take away from next year's Olympia، عشان التحضيره بتاعته هتبتدي تخش في 2023 وهو عايز يديديكيت او عايز يكرس كل الوقت ده عشان يمبروف او عشان يطور من نفسه في 2023 لمستر اولمبيا. وبيقول ان هاني رامبود he's in agreement with that، على وفاق مع الراي بتاعه. انا شايف ان هو يا جماعه يدخل ويدخل بالسولوس، يعني انتوا شايفين قدامكم عامله ازاي، الجلوتس بتاعته فيها الاستريشنز كانه لسه مخلص الكومبيتيشن امبارح، ظهره ما شاء الله مش حابس اي ميه خالص. فانا في رايي الشخصي ان هو يدخل، ولو دخل على فكره هياخدها بجداره، لان اللي داخل معاه في الفئه اعتقد شون كلاريدا. شون كلاريدا على فكره يا جماعه مراته ولدت تقريبا اول امبارح، جابت بنوته اسمها اميا بييرا كلاريدا، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه كان منزلها اول امبارح، فعلشان كده مراته ما كانتش حضرت الاولمبيا بتاعته. بس المؤكد ان شون كلاريدا بطل وزن 212 في سنه 2022 هيدخل ارنولد كلاسيك، فتخيلوا الاثنين بقى لما يقفوا جنب بعض. وفي واحد ثالث ما بينهم، حكيم ويليامز. حكيم ويليامز ده يا جماعه زي ما انتم شايفين قدامكم كده، الله اكبر، يعني حاجه ضخمه جدا جدا جدا، بس مشكلته الوحيده ان هو مش بيجيب احسن فيزيك ليه على الستيج، يعني مره تلاقيه كويس و10 مرات لا، فهو من الناس الضخمه جدا جدا جدا. فكان منزل فيزيك ابديت، وعلى فكره هو مش بينزل اي فيزيك ابديتس خالص، فبيقول لك ان الفيرست ابديت اوف 2023، اول ابديت في سنه 2023، وبيورينا يعني الضخامه العضليه اللي هو فيها. اعتقد ان هو عامل جاينو على ما اتذكر، انا هو ما قالش، ما صرحش ان هو عامل جاينو، بس انا شايف الحلمه بتاعته داخله لجوه، وانا خبير بصراحه في حوارات الجاينو ديت، بس هي مش مؤثره عليه، ممكن يكون لسه عاملها جديد، يعني اتمنى يعني ان هو يكون لسه عاملها جديد، عشان هي لو كملت معاه بالمنظر ده مش هتكون لطيفه. فحكيم ويليامز هيخش مستر، هيخش مستر اولمبيا ايه، هيخش الارنولد كلاسيك 2023، فهيبقى هو، ويا سلام بقى لو شون كلاريدا دخل هو وديريك لانسفورد، هيبقى ضرب نار. بعد كده عندنا براين جونز، او اي كي اي معروف بلورد جونز، معروف بلقب لورد جونز. الراجل ده يا جماعه اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، الله اكبر عليه، ده كان كلاسيك فيزيك، كان كلاسيك فيزيك زي كريس بومستد. بصوا الضخامه العضليه بتاعته، كاتب وزنه 244 باوند، عشان الناس اللي بتنتقدني وبتقول لي وزن ايه ومش وزن ايه، ما فيش حاجه اسمها وزن في الكلاسيك فيزيك، في وزن يا جماعه، واللي وقف الشخص ده لورد جونز ان هو يكمل في فئه الكلاسيك فيزيك ان وزنه كبر بقى 244 باوند على الفيزيك اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت، فقرر ان هو يشارك في الاوبن ديفيجن الوزن المفتوح، انت متخيل؟ على الصعيد الثاني، لما كان في انترفيو مع كريس بامستيد في باكستيج في 2022، كانوا بيتكلموا معاه برضو هل من الممكن ان هو قدام يدخل في فئه الوزن المفتوح، فكان بيقول هنا ان هو احتمال ان هو يدخل في فئه الوزن المفتوح just for fun، علشان ايه، have fun، وعشان يجرب من باب التجربه، يعني لو الكومبيتيشن او لو البطوله ديت كانت قريبه من الكلاسيك فيزيك اللي هو بيشارك فيها. فما فيش حاجه بعيده يا جماعه، زي ما قلت لكم هو اللي بيحجم بس الابطال دول الوزن بتاعهم، الوزن والطول، طبعا كل طول بيبقى ليه وزن متاح، فلو كسرت الوزن دوت، لان كريس بومستيد دلوقتي 220 باوند على ما اتذكر، يعني لو وصل ل 230 باوند لا يا باشا يخش بقى في فئه الكلاسيك فيزيك زي لورد جونز.
عندنا خبر اخراني كده انا مبسوط قوي منه بصراحه، يعني محمود السبيعي، مش للاسف مش ناس كتير تعرفه. محمود السبيعي يا جماعه بطل ام ام اي بره في امريكا، كان في شد وجذب هنا في مصر، فيعني البطل سافر بره وبيلعب باسم مصر في كل بطوله، بيطلع بالعلم المصري بتاعه في كل البطولات بتاعته بتاعت الام ام اي، دايما بيبقى طالع بالعلم المصري على ظهره. البطل ده يا جماعه دخل بطوله اول عربي يدخلها اسمها ايه البطوله دي، اسمها بريف سي اف، بريف كومبات فيدريشن ميكس مارشال ارتس، تمام، بتتلعب في الميدل ايست او في الشرق الاوسط. ده اول لاعب مصري يكسبها بالنوك اوت. تعالوا نشوف كده الفيديو مع بعض. بصراحه يا جماعه مخلينا ومخلي المصريين كلهم بصراحه يعني سمعتهم طيبه في كل حته ورافع راسنا في كل حته. محمود السبيعي ده غيره طبعا، غير كل الابطال التانيين، بصراحه فيديو جامد جدا. ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه، تنزلوا تحت الفيديو تسيبوا اي كومنت ان شاء الله لو نقطه، هيفرق جدا يا جماعه مع القناه ويفرق معايا، هتدعمني بجد بالنقطه بتاعتك دي يا سيدي، انا راضي بالنقطه ديت، بس انزل سيب نقطه تحت الفيديو. شكرا شباب، ان شاء الله اشوفكم الفيديوهات الجايه. وبالنسبه لتدريب الاونلاين العرض لا يزال قائم، ممكن تبعت لي رساله على الانستجرام او على الرقم الموجود في البايو. اشوفكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بيس.